ثم عاد المحكمة إلى البصرة. وفيهم طبعا من رجالات المحكمة آنذاك نافع بن الأزرق ونجد بن عامر وعبد الله بن الصفار وغيرهم. المهم وقع بعد ذلك الانقسام بين المحكمة، والصحيح أن وقوعه إثر استشهاد أبي بلال الذي تحدثنا عنه سابقا، وذكرنا سابقا بأن أبا بلال حينما رأى البلقاء قد علقت في سوق البصرة وقطعت أو رميت وقطعت، وفعل فيها ما فعل عبيد الله بن زياد، وبعد أن تزايد ظلم عبيد الله بن زياد وزاد قهره للناس، فخرج أبو بلال مرداس بن حدير مبتعدا جهة الشرق، وكأنه يريد الاتجاه إلى جهة خراسان. ولم يكن أبو بلال مرداس بن حدير يريد أن يصطدم بأحد من ولاة بني أمية ولا من جيوشهم. هو نفس نهج كما قلنا نهج أهل النهروان الذين انفصلوا عن جيش الإمام علي مبتعدين، فإنهم طلبوا الذهاب إلى البعيد أيضا، فقد ذهبوا إلى النهروان قريب من نهر طبرستان وهم مبتعدين عن مركز وموقع البصرة وما حولها ومركز العراق، وكأنهم كانوا يريدون أن ينأوا بأنفسهم كما ذكرنا سابقا. ومع ذلك فإن عبيد الله بن زياد بعث بالجيش الأول إلى أبي بلال كما ذكرنا في القصة سابقا، ثم بعث له بالجيش الثاني، وكانت الوقعة الثانية في يوم الجمعة. ولما حضر وقت الصلاة تنادى القوم، ناداهم أبو بلال ومن معه للصلاة، واتفق معهم على وقف القتال على أن يقوم كل فريق بأداء الصلاة. فلما انصرف أبو بلال ومن معه إلى الصلاة هاجمهم هؤلاء وقتلوهم بين ساجد وراكع، وهي ملحمة قاسية. والحقيقة أن مثل هؤلاء الأعلام يستحقون أن يذكروا لناشئتنا، وأن نذكرهم وأن نتعلم من سيرهم، وأن نعتز بمثل هذا النوع من يعني المجاهدين. المهم هذا الموقف في قتل أبي بلال الذي كانت سيرته الحسنة مكرمة ومقبولة ومحل استلهام من كل المحكمة، أدت أو هذا الحدث يعني مثل ما نقول عمل هزة قوية في داخل المحكمة. هذا هو السبب المباشر في انفصال نافع بن الأزرق ومن معه، أو بدايات تكوين الفريق المغالي من ما عرف الفريق المغالي الذي عرف بالخوارج بعد ذلك. وهنا نتوقف نتأمل ونقول للتعلم تاريخيا أن الظلم في المجتمعات يولد العنف، وأن سبب العنف الذي يقع في المشرق العربي الإسلامي اليوم هو سببه ما يقع من كبت لشعوب العالم العربي والإسلامي في كل الأصعدة، وأن هناك حاجة إلى إصلاح هذه المجتمعات وإصلاح أيضا الأنظمة الإدارية والسياسية الموجودة، لأنها تحتاج أن يتلاقى الجميع. كان الجميع في يعني قبل يعني هذا السبب، لما نرى أن القتل وظلم عبيد الله بن زياد هو الذي أدى إلى مزيد من التطرف، واليوم طبعا في الساحة الإسلامية مليئة بمثل هذا التطرف. لا علاج
لما يسمى بالتطرف والإرهاب إلا بعلاج فكري وعلاج اجتماعي وعلاج سياسي. وهذا هو الأمثل. ولقد سعى كما سنعلم عبد الله بن إباض ومن معه إلى محاولة الإصلاح التي سعوا لها إن كان عبر المجتمعات أو مخاطبة ماذا؟ الحكام الموجودين آنذاك. بعد هذه الحادثة التي وقعت لأبي بلال بدا انفصال المحكمة، ونزع نافع بن الأزرق ومن معه إلى الخروج بل واستعراض المسلمين، واعتبر الفريق الذي لم يخرج مشركا، وهذا غاية في التطرف. وقد أرسل كما سنعلم أو حاول قبل أن يرسل مع كل المحكمة أن يخرجوا، فرفض عبد الله بن إباض ومن معه الخروج ومبدأ الخروج. تذكر بعض الروايات التاريخية أيها الإخوة أن عبد الله بن إباض مع النقاش الذي حصل عقب الهزة التي وقعت، إن كان مسألة المهاجمة البيت، وهذا أمر ليس بالبسيط أن ترى قائدا عسكريا ينتمي إلى دولة تقول عنها بأنها دولة إسلامية، ثم يرى الناس بأعينهم البيت يرمى بالمنجنيق، البيت الذي جعله الله عز وجل أمنا للناس، فليس من السهل عندئذ استيعاب مثل هذا الموقف. ثم حالة الظلم التي ذكرناها، زد على ذلك مقتل عبد الله مقتل أبي بلال، كل هذا أدى بعد ذلك إلى ماذا؟ حوار داخل رجالات المحاكمة. هنا تذكر بعض الروايات أن مسألة الخروج طرحت، وأن عبد الله بن إباض من ضمن الناس الذين نوقش معهم مسألة الخروج. ولربما مال عبد الله أول الأمر إلى مسألة الخروج. طبعا الخروج هو ليس خروج بالطريقة التي خرجها نافع، ما كان لعبد الله أن يخرج بالطريقة التي خرج بها نافع، ولكن بالطريقة ربما التي خرج بها أبو بلال. لكن عبد الله كما تذكر الرواية، تذكرها المصادر الإباضية وغيرها من المصادر، ويذكر الشيخ الوارقلاني في بعض كتبه، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارقلاني رحمه الله في بعض كتبه، أنه أن جمع المحكمة اتفقوا على الاجتماع في صومعة جامع البصرة، وأن عبد الله خرج، فلما خرج خرج إلى الصومعة، ثم لما كان في وقت الليل وهو يسمع دوي القراء وحنين المسبحين وترديد المؤذنين تراجع، أو قال إني لن أخرج، ورد عليهم وقال عن أعلى هؤلاء أخرج أو أعن هؤلاء أخرج، وكلا اللفظين له قيمة ودلالة في المعنى كما سنعرف بعد ذلك إن شاء الله في تحليل هذا الموقف. المهم أن عبد الله رفض فكرة الخروج، وخرج نافع بن الأزرق ومن معه، ثم أرسل بعد ذلك إلى الذين قعدوا، وسمي هؤلاء الذين قعدوا بالقعدة، وهم لم يسموا أنفسهم بالقعدة، بل كان اسمهم ما زال جماعة المسلمين أو أهل الدعوة. أرسل إليهم يستحثهم للخروج ويطالبهم بأن يخرجوا، فعبد الله رد على مقالة نافع بن الأزرق، يقول عبد الله في بعض كلامه رد على نافع، يقول أي رأي رأى صدق لو كان القوم مشركين،
صدق لو كان القوم مشركين لكان أصوب الناس رأيا وحكمة، ولكانت سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين، ولكن القوم كفار بالنعم براء من الشرك. ويشير إلى من يتكلم هنا عن من كان ظالما أو وافقه، لا يحل لنا منهم، وقال براء من الشرك. إذا النافعي يوصفهم بالشرك وعبد الله يرد عليه بأنهم براء من الشرك، لا يحل لنا منهم إلا دماؤهم إن بادؤونا بالقتال، يعني من يبادئك بالقتال فيحل لك عندئذ ماذا أن تقاتله ويحل لك دما، مصرحا في عبارته بتحريم ما سواه من أموالهم وغير ذلك. إذن هذا النهج اختطه الآن عبد الله ومن معه. ومن المعلوم أن عبد الله طبعا ومن معه كان هناك في الخلف كما سنعرف الإمام جابر بن زيد، ومن معه فهو الإمام الذي يرجع إليه كما سنعرف في ماذا قضية الدور المتبادل ما بين الإمام جابر بن زيد والإمام عبد الله بن إباض. هنا كان لي نجد بن عامر موقف آخر أو عبد الله بن الصفار، فإنه تبرأ من نافع وتبرأ من عبد الله أيضا، فقال له أنت قصرت، يقول لعبد الله أي في عدم الخروج، ونافع قد غلا فبرئ الله منكما. فقال له عبد الله وبرئ الله منك، تتبرأ مني معناه برئ الله منك. وكانت فكرة الإمام عبد الله بأنه أن الموقف غير مناسب كما سنعرف في مسألة الخروج. سعى نفهم من هذا أن سياسة عبد الله بن إباض لم تكن سياسة المواجهة العلنية، ولم يراها مناسبة للجماعة الإباضية آنذاك، ومن وراء ذلك طبعا إمامه الإمام جابر بن زيد، فقد سعى الجميع إلى المصالحة ومد جسور التواصل مع المجتمع الذي يعيشون فيه بما فيه السلطة القائمة. ومن المعلوم عرفنا سابقا أن الإمام جابر تواصل مع ولاة بني أمية، لم يكن يجاملهم، وكان في موقف القول للحق يقول لهم، ولكنه أيضا لم يرغب أو لم يشجع على الخروج العلني أو الخروج المسلح ضدهم. وهكذا